Bienvenue, chers étudiants du bac, dans une nouvelle émission dans votre programme préféré, École en direct. أهلا بكم أعزائنا طلبة وطلبة الثانوية العامة وفي حلقة جديدة من حلقات مدرسة على الهواء ومع جميلة جميلات اللغات الأوروبية اللغة الفرنسية. كلوب أدو تخوا هو المنهج اللي احنا بندرسه. الحلقة اللي فاتت كنا بنتكلم عن يونيتي 2 واحنا لسه ما خلصناش يونيتي 2، ان شاء الله هنخلصها النهارده وهنخش على يونيتي 3. وقبل ما نسترسل في البريباراسيون بتاعنا لازم ننوه على انه ان شاء الله مش هنستقبل تليفونات الا اخر ربع ساعه، ده بسبب ان احنا عايزين نخلص بقدر المستطاع ما حضرناه. يعني لازم الاجزاء اللي احنا حضرناها لازم تنتهي عشان احنا ما بنتقابلش كل اسبوع للاسف. نتمنى ان شاء الله في الفتره اللي جايه ان يكون لنا لقاءات مكثفه اكثر من كده عشان نقدر نجمع بقيه الجزء الباقي من المنهج، وان شاء الله هيخلص في ميعاده عشان يبقى عندنا فتره لا باس بيها من المراجعات النهائيه. يونيتي 2 كانت، لو شايفيني وبتفرجوا عليا وماسكين القلم والكيه قدامكم، قولوا لي اليونيتي 2 كان عنوانها ايه؟ كان عنوانها لو كلوب دي جورمون، والدرس دوت درس حيوي جدا جدا جدا. والدرس اللي بعده اللي هو يونيتي 3 اللي احنا هنبدأ فيه النهارده ان شاء الله بيعتبر من الدروس الهامة جدا جدا جدا. ليه هامة جدا جدا؟ لأنه بيمس حياتنا اليومية وبيستخرج مننا كل ما نفكر فيه أثناء عملنا للبروجي دو فاكونس. وإحنا بنعمل البروجي دو فاكونس بتاعنا لازم بنفكر ونشوف إحنا هنروح فين وهنعمل إيه، وده طبعا موضوع مش موضوع عادي، ده موضوع مهم جدا جدا، يعني فيه محاور كتير. عشان كده احنا ان شاء الله هنتناوله بكل تفاصيله، وعشان يخلص بكل تفاصيله احنا بنرجوكم ان شاء الله، يعني بالنسبة لموضوع التليفونات هنستقبل بس تليفون او اتنين في اخر ربع ساعة. نبدأ بقى عشان نكسب وقت. احنا دلوقتي اتكلمنا عن لو كلوب دي جورمون وراجعنا الفوكابولير وراجعنا الجرامير وراجعنا كل حاجة، ما فاضلش بس الا جزء بسيط جدا هو ان احنا نشوف ايه خلاصة الدرس، خلاصة الوحدة كلها، مش الدرس الثالث او الثاني او الاول، هو الوحدة كلها بالثلاث دروس. هنشوف مع بعض في على الديابوزيتيف اللي موجود على اللاب ايه هو اهم ما يميز هذه الوحدة عشان نقدر نطمن لها كده ونروح على طول على الوحدة الثالثة. نبص مع بعض على اللاب ونشوف ايه الاكزرسيس اللي ممكن نحله مع بعض ونشوف خلاصة ما جاء بالوحدة التانية. رقم واحد les articles partitifs. les articles partitifs ما هياش الاوبجكتيف اسانسييل او الهدف الاساسي للوحدة، ولكن هو بيعتبر عنصر من العناصر المساعدة عشان توصلني للهدف النهائي، هو ان انا اتكلم عن المشتريات والاغذيه والاطعمه وكل ما يتعلق بهذا الموضوع. ولو شايفين قدامنا كده على الشاشه هنلاقي لي زارتيكل بارتيتيف ده عنوان، لكن التفاصيل هتشوفوها هتلاقوها ان لي زارتيكل بارتيتيف ده يعتبر جزء من ما هو ات. اولا فيرب مانجي وفيرب بوار وفيرب اشتي وفيرب بروند وفيرب فير وفيرب متر، كل الافعال اللي شايفينها دي هنستخدمها يعني لازم هنستخدمها، وهنستخدمها مع كل الفوكابولير الخاصه بالاليمون اللي هو الاطعمه والاغذيه والمشتريات. يعني مثلا على سبيل المثال فيرب مانجي يعني طبعا فيرب ياكل معناه ياكل، فيرب بوار يعني يشرب، فيرب اشتي يشتري. يعني طبعا الكلام ترجمه بالعربي انا يعني ما بحبذهاش قوي، لكن معلش برضو لربما يكون حد فاته فيرب يكون افضل ان هو يعرف معناه من دلوقتي عشان ما يأثرش عليه بعدين.
فيرب بروندر معناه يتناول، ويتناول هنا يعني معناه مانجي وبواغ في نفس الوقت، يعني ينفع نجيبه مع أغذية وينفع نجيبه مع بواسون مع مشروبات. طبعا فيرب فير عارفين فيرب فير أهميته أساسا في كل مناحي اللغة، وفيرب متر معناه يضع، وكلكم عارفين انه مش معناه يضع بس، ده معناه كمان يرتدي يلبس يعني. فبالتالي الأفعال دي هي اللي أنا عايزكم تحطوها كأولوية في هذه الوحدة. طيب نبص مع بعض كده، يا ترى إيه هو المراجعة اللي المفروض نراجعها مع الأفعال دي؟ لو بصيت في أول جملة هتلاقي في ديت أغذية أطعمة، طيب الأطعمة دي فيها إيه؟ هتلاقي فيها بارتيتيف، يعني مثلا الدي دي بتدل على بارتيتيف ماسكولان. يعني لما نقول je mange اقول je mange du riz مش je mange le riz. وهنا بهيب بكل الطلبه والطالبات ان هو ما يفكرش ان هو يترجم ترجمه حرفيه من اللغه العربيه، عشان ده هيوقعه في غلط، لانه الفرنسويين لما بيجوا بيستخدموا الاطعمه ما بيستخدموهاش بالفاظ زينا. احنا ممكن نقول مثلا انا بشرب الشاي، لكن في اون فرانس ما بيقولوش انا بشرب الشاي دي خالص، لكن هو بيقول انا بشرب شوية شاي، مفيش حاجة اسمها الشاي، مفيش حاجة اسمها لو كافيه. لكن الافعال الحب بقى والكره تقدر تقول اللي انت عايزه، بحب بحب الشاي يبقى لو تي، بحب الكافيه يبقى لو كافيه، والكلام ده اتكلمناه او ادينا فكرة عنه باستفاضة في الحلقة اللي فاتت. دي ماسكولان زي دوري، du riz, du café, du poulet, du poisson, du chocolat, du sucre, du yaourt. Je répète, du riz, du café, du poulet, du poisson, du chocolat, du sucre, du yaourt, ou yaourt peut-être noter notre in, yaourt ou yaourt. Et de là, atoba de la salade, agenda féminin, de la confiture ou de la glace. Taille. Et de l'apostrophe, de l'eau, de l'huile, oui, de l'avocat. طبعاً ده بيعتبر نوع من العصير، عصائر يعني، والفاكهة. Des pâtes, des fruits, des légumes, des céréales, des frites. هتسألوني ليه بلوريال؟ عشان البات ما بنعرفش نعدها، الفريت ما بتتعدش، ليجيم ما بتتعدش، سيريال فريت كل ده ما بنعرفش نعده، واحنا بنشتري احنا بنشتري بالكميه، فعشان كده بنتعامل معاه بالبلوريال بالجمع. لكن الميه لما اجي اطلب ميه او اشتري ميه يبقى اقول استخدم ان بوتي دو، ازازه ميه. تمام، عايز اشرب في مطعم يبقى دولو، يبقى شويه ميه، وهكذا. طيب تعال نشوف اللي بعد كده. شوازي لو مو كوريكت، هنحل مع بعض الاكزرسيس ده بسرعه. لو ماتان جو بوا ايه بقى؟ ليدي ماسكولان، هنختار ايه؟ طبعا انتوا عارفين هنختار اللي هو الدي، يبقى جو بوا دو لي. جو مانج، طول ما هي افعال، الافعال اللي هي بتتعامل مع الاكل والشرب كاكل وشرب، يبقى لازم معاها بارتيتيف. حب وكره يبقى لو ولا ولي، اللي هي الديفيني. جو مانج يبقى دو لا جلاس، داكور لي، عشان جلاس فيمينا، ادي دو لا جلاس، يبقى جو مانج دو لا جلاس. طب ال مي، وبعدين فيوند دون سون بلا، هي حطت قطع اللحمه او حته لحمه في الطبق بتاعها، بالتالي طالما هي حته لحمه يبقى لازم بارتيتيف، والبارتيتيف عشان فيوند فيمينا هنقول دو لا. جو في à la pâtisserie pour acheter au badin gâteau. Tani, je vais à la pâtisserie pour acheter au badin gâteau. طبعا gâteau هنا pluriel، والgâteau لو هنتعامل معاها كسنجلية يبقى un gâteau، يبقى دي التورتايه. لكن لو هنتعامل معاها بpartitif يبقى حاجه من اتنين، لو قلت du gâteau يبقى قطعة جاتو، لو قلت دي جاتو جمع يبقى قطع من الجاتو، ودي طبعا اللي قدامنا اهي، هنقول دي جاتو. لا سويت. Je mange
بسكوي طبعا بلوريال يبقى جو مانج كوا ها جو مانج دي بسكوي ليه؟ لان البسكوي مش هينفع ان احنا نعده هيبقى مجموعه من البسكوي. الي بوا او مينيرال الي بوا او مينيرال طبعا او تبقى دو ال ابوستروف عشان رغم ان الاو فيمينان بس عشان الفويل هنبقى دو ال ابوستروف. نو مانجون وانتم ملاحظين فيرب مانجي مع النو في او بعد الجي. نو مانجون بوكو وبعدين بونبون. هنا بقى الوضع هيختلف رغم ان هنا بونبون فيها اس يعني الطالب اللي معايش ما يعرف القاعده او ما يكونش عنده فكره عن القاعده هيحل غلط هيختار الاخيره. ليه؟ عشان بونبون ايه؟ بونبون بلوريال. هنا لا هنختار الدي او ليه؟ عشان دي قبلها في كونتيتي وكل كلمات الكونتيتي لازم الدي والدو لا والدو ال ابوستروف والدي او اس وحتى الانديفيني كله بيتحول لدو. لي غيون دو سوبر مارشي طبعا اقسام السوبر مارشي عندنا القسم اللي قدامنا ده فيه كونفيتور وفيه بسكوي وفيه شوكولا. يعني اون بو اشتي لما نيجي نشتري بقى نشتري بقى ازاي؟ يبقى اون بو اشتي ان بو دو كونفيتور اللي هو البرطمان الكونفيتور. ممكن نشتري دي ميل على اساس ان الميل ممكن يتباع بشكل بالوزن عشان كده نقول دي ميل ودي شوكولا برضو بالوزن ودي بسكوي طبعا اتفقنا انها هتبقى ايه؟ هتبقى بلوريال. فروي اي ليجوم اون بو اشتي دي كونكومبر كونكومبر فيها اس دي سيترون بلوريال اون سالاد ليه اون سالاد؟ عشان الاون سالاد دي تعتبر اللي هو زي الخس عندنا كده بس هو الخس الايه اللي هو الكابوتشي. دي بوم دو تير ودي بوم دو تير برضو فيها اس بلوريال دي كاروت دي اريكو فير كل ده بلوريال. دي ريزان اللي هو العنب دي بوم دي فريز دو لانانا ليش معنى دو لانانا نقول دي الابستروف ما قلناش دي او اس يبقى عشان الانانا ممكن نشتريه قطع يعني ممكن ناخد نص واحده نشتريها بالقطع يعني بالجزء يعني. ودي زورانج ودي بانان كل ده بالبلوريال. البان اليا دو بان اليا دي باجيت اليا دي كرواسون طبعا احنا بنعمل بنقول دي باجيت ودي كرواسون البلوريال لو انا هشتري يبقى انا هشتري بالواحده لان دول بيتباعوا بالواحده. الباجيت فيمينا يبقى اون باجيت ممكن نشتري اون باجيت بس ممكن نشتري ان كرواسون بس. والبان نقول دي بان على اساس ان البان ممكن ان هو يتباع بالجزء من الاجزاء اللي هو العيش اللي هو مش الباجيت لكن العيش اللي هو الضخم الكبير دوت ممكن يتباع بالاجزاء. La suite, boisson, je bois du jus d'orange, je bois du sirop, je bois du thé, je bois du café, je bois de l'eau. كل دي مراجعة وكل الكلام ده احنا خدناه قبل كده. ري بات ليجيم سك ليجيم سك اللي هي الخضار الخضروات اللي هي المجففة. On peut prendre du riz. On peut prendre des pâtes, pâtes طبعا المكرونة والغي اللي هو الرز ودي لانتي اللي هو العدس. On peut prendre de la viande أو du poulet أو des saucissons اللي هو السجق. La suite عندنا البرودوي لتيي منتجات الألبان عندنا du lait, du fromage, du beurre, des œufs ودي ياغورت أو ياغورت. اما البرودوي دو لا مير منتجات البحر بنقول دي بواسون كلكم عارفين طبعا وبعدين دو لا كريفيت اللي هو الجمبري وعندنا دي سومون اللي هو السلمون وعندنا دو لويتر اللي هو المحار بتاع اللي هو الفروي دو مير.
دولويل دوليف، زيت الزيتون بيتقال كده دولويل دوليف. وعندنا أسئلة بقى هنجاوب عليها. بيقول لي كومبيان دو روبا تي برون بار جور، انت بتتناول كام وجبة في اليوم. تاني كومبيان دو روبا تي برون بار جور. على فكرة ممكن يكون السؤال دوت ينفع للميل، فلما اجي اجاوب اقول ايه؟ اقول جو برون 4 روبا بار جور. ايه هما ال 4 روبا؟ طبعا احنا هنا اون ايجيبت بيبقى فيه 3 روبا، لكن اون فرانس في 4. هنخلينا اون فرانس لو بتي ديجوني اللي هو وجبة الفطار، لو ديجوني الغداء، لو جوتي، وطبعا لو جوتي اللي هو الوجبة اللي بين الغداء وما بين العشاء اللي احنا بنسميها اللي هي التصبيرة يعني قبل العشاء، واخر حاجة لو ديني. تاني لو بتي ديجوني، لو ديجوني، لو جوتي، واخر حاجة لو ديني. تعالوا بقى في اكزامبل على الميل، لو جالي ميل مثلا ممكن يقول لي ايه؟ يقول لي كيسك تو مونج او كيسك تو بوا او بتي ديجوني. ده سؤال، يا ترى ممكن نتناول ايه في البتي ديجوني؟ فانا اكون محضر حاجتين او ثلاثة ينفعوا لوجبة الفطار. اكزامبل اهو او بتي ديجوني، ولما اجي اكتب الجملة في الميل اكتبها كاملة، ما اختصرش ولا ارد على طول، لان ده مش ديالوج، ده ميل، يبقى لازم انا اكتب الجملة كاملة. يبقى او بتي ديجوني جو مانج دي زو دو فروماج اي دو بان. دول كفاية قوي يعبروا عن اللي المفروض تقوله. طيب اي جو بوا، وبشرب ايه؟ هتقول اي جو بوا دو تي او دو لي دو كافيه، اللي انت عايزه. طيب تعال نشوف كيستيون تاني، بيقول لي كيسك تو مونج كيسك تو بوا او ديجوني، في الغدا بقى هناكل ايه؟ او ديجوني جو مونج دو ري avec des légumes et de la viande. كويس. طب ده مش قليل؟ لا مش قليل. انا هو ده غدايا، هو ده عبر عن وجبة ممكن تاكلها في وجبة الغداء. يعني طب ايه اللي ممكن يبقى مثلا قليل؟ لما انا اقول او ديجوني او او ديجني الاثنين صح، اقول جو مانج مثلا دوري واسكت، كده تبقى اجابه ناقصه. ليه؟ لان مفيش حد بيتغدى رز بس، يبقى لازم على الاقل على الاقل نوعين منهم، نوع من الـ الاكلات الرئيسيه اللي هي اللحوم مثلا. يبقى جو مانج دو ري افيك دي ليجوم، ودول اساسي، الاساسي اكتر منهم اللي هي دو لا فيوند. طب كيسك تو بوا؟ جو بوا اهو اي جو بوا دو كافي او دو جو، في الغداء غير الفطار. طيب تعالوا نشوف وجبه كمان. كيسك تو مانج كيسك تو بوا او جوتي، في الجوتي، وده سؤال برضو عشان الجوتي ده مش موجود عندنا بس احنا اخدناه في المنهج، فلازم نكون عارفين احنا ايه اللي بيتاكل فيه بالظبط. تعال نشوف ايه هنعمل، ايه اللي هناكله في الجوتي. يبقى او جوتي جو مانج دي فروي، ينفع، او دي كرواسون او كرواسون، وممكن كريب على فكره، يعني اي حاجه، كرواسون، فروي، كريب، كل ده ينفع. اي جو بوا، اي جو بوا دو جو، اي جو بوا دو جو يعني بشرب عصير. طيب اخر وجبات او اخر وجبة في اليوم عندنا اللي هي الديني. يقول لي كيسك تو مانج كيسك تو بوا او ديني. كلنا هنعرف معلومة دلوقتي ان الديني بتعتبر اون فرانس وجبة اساسية، لكن وجبة الغداء رغم ان هي عندنا اساسية، لكن اون فرانس عشان دي بتساوي او بتعادل وقت عمل، فبالتالي ما بيكونش الاكل فيها زي يعني تابلو فيه كل الانواع او وجبه كامله
او الوجبات كامله زي الديني. هنقول او ديني je mange de la confiture ou du yaourt. ده طبعا زي اون ايجيبت، الكلام ده احنا بنعمله اون ايجيبت. لكن اون فرانس هل ممكن ناكل حاجه غير كده اللي احنا بناكله في الديجيني؟ اه طبعا، وهو ده اللي بيحصل هناك. لكن انت مطلوب منك ايه؟ انت خليك اللي انت الوجبه اللي انت الكامله اللي انت هتاكلها اكتبها ان شاء الله، لو هي مختلفه عن فرانس. يعني مثلا الديني ده صح 100%، اقول جو مانج يعني او ديني جو مانج دو لا كونفيتور او دو ياورت، كلام مظبوط جدا. جو مانج اوسي دو لا سالاد، كلام مظبوط جدا. اي جو بوا، كاسكو تو بوا، كاسكو تو بوا، جو بوا دو جو او دو لي. طبعا الديني زي ما اتفقنا لو كان في حاجات زي اللي مذكوره ديت يبقى ممكن نشرب فيه دو لي. اخر حاجه في الديابوزيتيف عندنا لا بيراميد اليمونتير. طبعا الهرم اللي انتم شايفينه قدامنا ده هرم الغذائي موجود عندنا في المانيوال، والغرض منه مش ان انت تحفظه وتحفظ كل كلمه فيه، لا ده هو دي بتعتبر من المعلومات الثقافيه اللي انت بتاخد فيها فكره فقط لا غير عن ايه اللي المفروض تاكله والمفروض ما تاكلوش بكميات قد ايه. وده طبعا بتعتبر من الحاجات اللي احنا بنقراها مش بنحفظها، وبتساعدنا فعلا انها معلومات حقيقية جدا. بعد العرض اللي احنا عرضناه على الديابوزيتيف او الاورديناتور، هنبدأ بقى في الخطوة التانية. احنا دلوقتي خلاص رجعنا الوحدة التانية، ما عادش فيها الا حاجة صغيرة جدا كده متعلقة بالكيستيون اللي هو استخدام اللي هو اسك. هناخد دوز اكزامبل كده عشان نعرف هي الكيستيون باسك بيبقى يعني بنستخدمه ازاي، اللي هو اسك بمعنى هل، مش اسك اللي هي بتساعد على ترتيب السوجي والفيرب. يعني ازاي نجاوب على سؤال في اسك. طبعا في ثلاث اجابات زي ما انتم عارفين. احنا عندنا في اجابه بوزيتيف يعني ايجابيه نقول عليها وي، واجابه هتبقى نيجاتيف هتبقى سلبيه اللي هي نو، وفي اجابه على سؤال منفي. الكلام دوت هنشرحه في ثلاث دقائق بالظبط، وبعد كده هنخش على الوحده الثالثه. والوحده الثالثه اللي انا قلت لكم عليها مهمه جدا جدا جدا، وفيها قاعده هي اللي احنا لازم نركز عليها كويس قوي قوي قوي، لانها قاعده مش بسيطه ومش صعبه. كلكم هتعرفوها لما انا هقول لكم اكزامبل عليها. لو انا حبيت مثلا احكي انا عملت ايه امبارح، رحت فين الاسبوع اللي فات، قضيت الاجازه فين، كل ده الفوكابولير بتاعه سهل جدا، وسهل ان احنا نعمل الجملة، بس نعمله في انهي زمن؟ هو ده الكلام اللي احنا هنقوله ان شاء الله بعد ما نتكلم عن السؤال. نبص مع بعض على الداتا ونشوف الكيستيون هيتعمل ازاي. اولا احنا عندنا كلمة اسك اهي، اسك دي بمعنى هل. ولما ناخد اكزامبل مثلا اقول اسك تي va au marché، هو انت بتروح السوق؟ سؤال عادي جدا، est-ce que tu vas au marché؟ الإجابة إما تكون بوي، oui je vais au marché، أنا بروح السوق. كده أنت إيه الإجابة؟ بوزيتيف او افيرماتيف اللي هي مثبته. طب لو حاولت بقى اخليها نيجاتيف اقول ايه؟ اقول نو جو نو في با او مارشي. تاني اقول جو في هنا وي جو في او مارشي، وهنا اقول جو نو في با خلاص او مارشي، انا ما بروحش السوق.
بيبان للناس ان دي حاجات معروفة وحاجات مباشرة. طيب تمام، انا معاكم انها حاجات بسيطة ومعروفة ومباشرة، لكن مش ده غرض الدرس اللي انا هشرحه دلوقتي. الغرض منه لو احنا حبينا نسأل السؤال اللي انا علمت عليه صح ده، نسأله بطريقة تانية. ايه هي الطريقة التانية دي؟ بصوا معايا كده، اقول اسكو تي ne fais pas d'accord de course. Est-ce que tu ne fais pas de course؟ طبعا انتوا عارفين faire de course اللي هو يعني يعمل شوبينج، فالسؤال دوت منفي، فالمنفي ده ليه وضع تاني غير الافيرماتيف اللي انا عرضته اهو. ده افيرماتيف، ده مثبت، الاجابه عليه بيبقى وي او نو، اجابه مباشره عاديه جدا. لكن هنا الاجابه هتختلف، هقول ايه؟ بدل ما اقول وي، خلاص وي ديت هيبقى وضعها هنا مش مظبوط. ليه؟ الوي هنا لازم تكون لسؤال مثبت، فعشان كده هنلغي وي وهنحط مكانها ايه؟ سي. هتدي نفس الافيرماسيون اللي هو الاثبات بتاع المعلومة اللي انت عايز تثبتها. يبقى سي اقول je fais des courses. هنا الجملة بتاعتنا بقت ايه؟ بقت افيرماتيف بطريقة تانية، افيرماتيف بطريقة تانية. ايه هي؟ ان انا بدل ما اذكر وي لا ذكرت سي عشان الكستيون منفي. طب افرض انا ما بعملش كورس، عادي جدا جدا، هتلاقي هنا نو جو ne fais pas de course. كده يبقى ايه جملتنا؟ عرفنا ايه حكاية سي وحكاية نو، وده بيبقى على سؤال ايه وده على سؤال ايه. لذلك احنا الموضوع ده موضوع طبعا في طلبة كتير بتتسرع فيه. لا ما نتسرعش، احنا نعرف الاسك ديت منفية ولا مثبتة عشان اقدر اتعامل معاها. الوحدة التالتة لسون او بيان يونيتي 3 هي وحدة بتتكلم عن الاكسبلوراتور اللي هم الكشافة، مجموعة الكشافة او الكلوب دي اكسبلوراتور اللي هم مجموعة الكشافة اللي هي بتستكشف الاماكن عشان تقرر بقى اذا كانت هتزور الاماكن ديت في اجازات او غيره. ايه بقى الاهداف بتاعت الوحدة دي؟ اهداف الوحدة دي ناخد بالنا كويس قوي من الحاجات اللي احنا اهداف، يعني احنا هنتعلم فيها ايه، يعني الوحدة دي هنعرف فيها ايه. اولا كل الفوكابولير اللي يخص الاماكن والسياحة والقضاء الاجازات واستكشاف الاماكن وهكذا، كل الفوكابولير دوت هو بالنسبة لنا بيعتبر الخطوة الاولى اللي هيتبني عليها بعد كده بقية الخطوات. الخطوة اللي بعد كده الجرامير عشان نعمل الجملة صحيحة مظبوطة، يبقى لازم جرامير يربط هذه المفردات. ايه بقى الجرامير اللي احنا الاساس في هذه الوحدة؟ هو لو باسي كومبوزي. لو باسي كومبوزي انا هشرحه، انا هخلصه النهاردة كله عشان بعد كده لما نيجي نطبق يبقى ايه، مش هنستنى باسي كومبوزي عشان نطبق عليه. لا احنا هنشرح الاول الباسي كومبوزي كقاعده زمن، وبعد كده لما نيجي ناخد الفوكابولير اقول لكم يلا بقى احنا خدنا الباسي كومبوزي، عايزين نقول الجمله ديت ان احنا عملناها امبارح او عملناها الاسبوع اللي فات. ايه حكايه الباسي كومبوزي ده؟ زمن ترجمته في الجمله معناها انا فعلت، يعني انا عملت الشيء ده خلاص انتهى خلص الموضوع. بحكي قصة مثلا، حكاية حصلت، يبقى ايه؟ يبقى كله على وزن رأيت فعلت او فعل او فعلوا وهكذا. اجازة قضيتها، يبقى انا سافرت ركبت وصلت سكنت اشتريت، كل ده بيعتبر على وزن فعلت اللي هو الباسي كومبوزي. يبقى احنا دلوقتي الباسي كومبوزي ده اساسي عندنا، هو اللي احنا هنتكلم فيه دلوقتي. بيتكون من ايه الباسي كومبوزي دوت؟ انتوا طبعا اخدتوا الباسي كومبوزي وانا متاكد ان انتوا اخدتوه وفهمتوه
بس احنا انا النهارده هشرحه بطريقه تانية، بطريقه مختلفه. الهدف من الطريقه ديت هو انك تفتكر الزمن وانت بتعمل الجمله، مش لسه هتسترجع قائمه الافعال ما اعرفش اللي بتاخد ايه على جنب، وقائمه البارتيسيب باسي على جنب، وقائمه ما اعرفش ايه على جنب. ده طريقه نظريه جدا، ما انا ما بحبذهاش، لكن انا عايز اقول لك طريقة لذيذة وظريفة جدا، هي انا متأكد ان انت هتعجبك وهتستخدمها. تعال نبص مع بعض على الداتا ونشوف الباسي كومبوزي هيتشرح ازاي. عندنا هنا اسم القاعدة اسمه لو باسي كومبوزي، الماضي المركب. سموه مركب ليه؟ سموه مركب عشان هو بيتركب من جزئين، من قطعتين، من قطعتين، خلاص؟ قطعة اللي احنا بنسميها المساعد، والقطعة اللي هو الأوكسيليير، بنسميه أوكسيليير، والبارتي باسي اللي هو اسم المفعول. ده دي عشان كده سموه مركب من قطعتين. طيب الباسي كومبوزي ايه الطريقة المباشرة اللي ممكن يفيدني في تذكر هذا الزمن؟ اولا بعمل ايه؟ بكتب حاجة اسمها لو فيرب، اهو ادي لو فيرب اهو. هو الفيرب ده بيتكون من كام جروب؟ بيتكون من 3 مجموعات، كل الناس عارفة الموضوع ده. طيب المجموعة الاولى اسمها ايه؟ اسمها برومي جروب، برومي جروب، والمجموعة التانية دوزيام جروب، المجموعة الثالثة ترويزيام جروب، وهكذا. المجموعة الأولى نهايتها ايه؟ او ار، تمام. المجموعة الثانية نهايتها اي ار، تمام. المجموعة الثالثة هتلاقي تشكيلة من الأفعال، احنا بنعملها دو برونش كده، يعني فرعين. الفرع الأولاني هنحط فيه اتر، ونحط فيه افوار، ونحط فيه اللي، ونحط فيه فير. الأربعة دول ليه في برانش لوحدهم؟ لأن هما دول أفعال بنسميها أفعال إيريجولي، أفعال شواذ، يعني بتتصرف بطريقة مش بقانون. أما بقية أفعال المجموعة الثالثة هندرسها عن طريق حاجة اسمها فامي، فامي دو فيرب. يعني إيه فامي دو فيرب؟ يعني الفيرب والعيلة بتاعته. أنت كده لما تيجي تذاكر يبقى تعرف إن الفيرب والعيلة بتاعته هما اللي هيفكروا بعضهم بعض. أنت لما تيجي تفتكر مثلا فيرب بروندغ، ده هتلاقي ان ليه اخ تاني اسمه كومبروندر، وهتلاقي ليه اخ تالت اسمه ابروندر، وهتلاقي في اخ رابع اسمه ريبروندر، واخ خامس اسمه سيربروندر. كل دي اخوات فيرب بروندر. احنا لما نيجي نستخدم مش هنستخدم اكتر من فيرب بروندر وفيرب ايه وفيرب كومبروندر وابروندر. التلاتة دول اهم افعال في العيلة دي. طيب برضو ده ايه علاقته بالباسي كومبوزي؟ هقول لك علاقته ايه بالباسي كومبوزي. هنروح عاملين كده وهنكتب الاول لو بروميي جروب، المجموعه الاولى. دلوقتي انا هتعامل مع افعال، كويس. المجموعه دي بتنتهي بايه؟ تمام. عايز احط كل الجروب اللي عددها اكتر مجموعه في اللغه الفرنسيه فيها افعال عددا، اللي هي لو بروميي جروب. هي دي اكبر مجموعة فيها أفعال عددا. عشان كده لما تيجي هتصرف فيرب واحد بس في الباسي كومبوزي كأنك صرفت الباقي. طيب الباسي كومبوزي في البرومي جروب يا شطار بنعمل ايه؟ بص معايا كده، هتشيل الار وهتحط اكسون، كده انت عملت 50% من القاعدة. تخيلوا 50%. الخمسين التانية اللي هو فيرب ايه؟ فيرب افوار، انت حافظه ولا لا؟ اكيد حافظه، ادي الخمسين التانيين. طب هل ده معنى كده ان كل البرومي جروب، كل ما هو او ار هياخد افوار؟ هقول لك لو سمحت خد بالك، الافعال اللي بتاخد اتر 7 في المجموعة الاولى و7 في المجموعة الثالثة. تاني، البرومي جروب فيها 7 افعال بياخدوا فيرب افوار، وفي المجموعة يعني هنا 7 بياخدوا في فيرب اتر والباقي فيرب افوار، والمجموعه الثالثه فيهم 7 بياخدوا اتر والباقي افوار. يعني 7 دول خاصين بفيرب ايه؟ بفيرب اتر.
بدل ما انا اصرف معاهم افواق، لا انا هصرف معاهم ايه؟ هصرف معاهم ادخ. طب ايه رايكم ناخد اكزامبل عشان بس الدنيا توضح شويه؟ انا عندي مثلا فيرب اسمه فيرب اشتي. اشتي ده يعني يشتري. انا عايز اقول انا اشتريت امبارح، انا اشتريت مثلا دولا سالاد او ان سالاد اهو ايير امبارح. خلاص الحاجات دي بسيطه ممكن بتتحفظ سهله. ايير هنا فيرب اشتي، يا ترى اشتي ده هيكون من ضمن السبعه بتوع المجموعه الاولى ولا مش هيكون؟ لا مش هيكون. ليه؟ لان هكتبهم لك دلوقتي. هقول كده بصوا، طالما مش هيكون يبقى جي، يبقى انا كده صرفت فيرب افوار وحطيت اشتي بالطريقه اللي احنا قلنا عليها اهو. كده خلص الباسي كومبوزي بالنسبه لكل افعال البرومي جروب باستثناء السبعه اللي هياخدوا اتر. تعال نشوف السبعه اللي هياخدوا اتر. ادي اهو لو لي سيت فيرب داكور دي فيرب اتر، سبع افعال بتوع فيرب اتر او برومي جروب في المجموعه الاولى. اولا نيميرو 1 فيرب اسمه فيرب ريستي، كلكم عارفين فيرب ريستي ده ياخد اتر على طول. احنا اتفقنا دلوقتي ان احنا ايه، هناخد السبعه اللي موجود اللي بياخدوا اتر في المجموعه الاولى كلها. ادي فيرب ريستي. الفيرب الثاني فيرب مونتي. طب يا شطار ريستي معناه ايه؟ معناها يبقى او يظل. طب فيرب مونتي معناه ايه؟ معناها يصعد. طيب نيميرو 3 فيرب تومبي معناه يسقط، يقع يعني على الارض. و 4 فيرب باسي، وباسي هنا انا هعمله دايره كده عشان اقول لك لو سمحت، باسي عشان ياخد اتر لازم يكون معناه يمر، وهتعرف معناه يمر ازاي لو جه بعده باسي شي او بار حروف جر. يعني لو بعد باسي شي او باسي بار يبقى تعرف ان ده معناه يمر. مفيش كلام ده يعني في بعده سي او دي كومبليمون دوبجي ديريكت، هتعرف ان معناه يقضي، ويقضي ده ياخد افواغ على طول. ده الفيرب الرابع لازم ننتبه له قوي قوي قوي. سانكيام فيرب اللي هو فيرب ايه؟ فيرب انتري. فيرب انتري اللي هو ايه؟ اللي هو يدخل. طيب سيزيام فيرب اريفي اللي هو يصل، واخر الافعال في البرومي جروب اللي هو فيرب ري تور ني اللي هو بمعنى يعود. يبقى كده عندنا سبع افعال في البرومي جروب داكور، سبع افعال في البرومي جروب بياخدوا فيرب اتر بس. انت بقى لما تيجي تحفظهم تحفظ فيرب ريستي، فيرب مونتي، فيرب تومبي، باسي بمعنى يمر، انتري، اريفي، ريتورني. غير كده واخره اير حط افواغ وانت مغمض بدون اي انتظار. يعني مثلا هدي هعمل لكم تيست، يلا شطار قولوا لي فيرب مثلا فيرب مونجي، ها ادخل افواغ. طبعا افواغ. ليه افواغ؟ لانه مش من السبع. طيب فيرب ديني، ها برضو افواغ. طب فيرب اشتي، ها افواغ. فيرب مثلا ريجلي يعني ظبط اورجانيزي، برضو فيرب افواغ. اي حاجه اير كله افواغ ما عدا الست اللي احنا قلنا عليهم. طيب لو حبينا نروح للدوزيام جروب اللي هي ايه بقى؟ دوزيام جروب اللي هي المجموعه الثانيه. المجموعه الثانيه اللي هي اخرها اير. يا شطار المجموعه الثانيه دي اقل المجموعات في اللغه الفرنسيه عددا. يعني ايه؟ يعني دول اقل حاجه عددا في اللغه الفرنسيه، ودول انا بنصحكم ان انتوا تحفظوا فيها الافعال دي. واحد فيرب شوازير اللي هو يختار. اثنين فيرب فينير اللي هو ينهي. ثلاثه فيرب ريوسير اللي هو ينجح. أربعة فيرب ريفليشير اللي هو يفكر. سانك فيرب جيرير اللي هو ايه؟ اللي هو يخف او يشفى. دول الافعال، في طبعا افعال غيرهم بس دول اهم افعال تقدر تستخدمهم
او تعرف تاخد فكرة عنهم في الدوزيام جروب، ودول في الباسي كومبوزي يا شطار كلهم بياخدوا افوار، كلهم بياخدوا افوار، مفيش ولا فيرب في الدوزيام جروب بياخد اتر ابدا، كله افوار. عشان كده الدوزيام دي لما نيجي نحطها في الباسي كومبوزي احنا هنحط افوار ونشيل الار دي، مفيش اكتر من كده هنعمله، يعني هنحط افوار والار هتتشال اهو كده 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 كده. يبقى انا عملت 100% اللي هو ايه، اللي هو الباسي كومبوزي. اخر حاجه في الجروب اللي هو التخوازيم جروب، التخوازيم جروب اللي هو المجموعه الثالثه، فيهم يا شطار فيهم ست فيرب، سبع افعال برضو، لان المجموع 14 14، ست فيرب بياخدوا ايه، بياخدوا اتر، اما الباقي بقى هياخد ايه، هياخد افوار. طب يلا مع بعض كده نشوف ايه هم الافعال اللي بتاخد اتر في السبعه اللي بياخدوا اتر في تخوازيم جروب. اولا فيرب ايه، فيرب ناتر، فيرب ناتر ده اللي هو ايه، اللي هو يولد كلنا عارفين طبعا فيرب ناتر. فيرب مورير، فيرب مورير ده معناه ايه، معناه يموت. ونسيبنا بقى من تعبيرات حكايه الافعال الحركه ومش افعال الحركه والكلام دوت، عشان طبعا دي تفسيرات مضحكه جدا جدا. هو الافعال السبعه اللي في الاولى والسبعه اللي في الثالثه، تمام، كلهم فيهم حركه وفيهم ثبات، واكبر دليل اللي هو فيرب مورير ده، ده يموت، ده ما بيتحركش اساسا يعني. فبالتالي احنا نحفظهم بطريقه تانية، هما السبعه في الاولى والسبعه في الثالثه وكل واحد بمعناه. طيب نتخ ومغير، وعندنا فيرب ديسوندر، ديسوندر ده معناه ينزل خلاص، وبعدين نيميرو 4 فيرب ايه، فيرب فينير، فينير شطار اللي هو ياتي، وسانكيام اللي هو فيرب اللي. طبعا في ناس هتقول لي ازاي بقى اللي اخر اير، وده بنحسبه من التخوازيم جروب. طبعا اللي يا شطار انا قلت لكم في التقسيمه الاولانيه اللي احنا شفناها واللي انا كتبتها لكم في الاول خالص لو فاكرين، لما جيت اشرح الافعال وضعهم ايه قلنا ايه، اهم ادي التخواز، تخوا جروب، برومي جروب دوزيام تخوازيام، قلت اير اي اير، والتخوازيم جروب فيها 4 فيرب منهم فيرب اللي اهو، ده يحسب على المجموعة الثالثة اللي هي التخوازيم جروب وليست المجموعة الأولى. أنتوا تعرفوا المعلومة دي وتثبتوها في دماغكم إن ده مجموعة تخوازيم جروب مش برومي جروب. وبعد كده الفيرب السادس أهو اللي هو فيرب إيه؟ فيرب سورتير، اللي هو إيه سورتير شطار، اللي هو فيرب يخرج. واخر فيرب عندنا اللي هو فيرب بارتير اللي هو يرحل او يسافر. يبقى كده ال 14 فيرب اتقسموا ما بين مجموعتين، البرومي جروب والتروازيام جروب. دول بقى اللي انا عايز اقول لك، دول اتر، دول هياخدوا اتر، اما الباقي هياخد ايه، هياخد افوار. ده لو ريست اللي هو ايه شطار، لو ريست اللي هو بقيه الافعال هي تاخد فيرب ايه، فيرب افوار. طيب اخر معلومه هقولها، كل ما ياخذ اتر ايه اهم حاجه فيه، اهم حاجه ان انت تبص على السوجي، السوجي اللي هو الفاعل ده، تمام، لان الفاعل هيبقى في البي بي اللي هو اسم المفعول اللي احنا اللي هو مثلا الفيرب اخره ايه، هنشيل ايه ونحط اكسون، هنضيف لي ثلاث اكور، تخوا اكور، التخواز اكور دول الاو مع الفيمينان والاو اس مع الفيمينان بلوريال والاس مع البلوريال ماسكولان، ودي بنسميها كده، بنسميها ايه، بنسميها الاكور. دي الحاجات الاساسيات، ما تشغلش نفسك في اكتر من كده، دي الاساسيات بتاعت الباسي كومبوزي. ايه بقى اخر حاجه هنوه عنها اللي هو يا شطار، اللي هو لو بارتيسيب باسي. ايه هو بقى البارتيسيب باسي ده، عرفوه اختصاره اللي هو البي بي. ده يجي ازاي، قلناه واحنا بنشرح، قلنا الار هنشيل الار ونحط اكسون، يبقى انا كده جبت البي بي بتاع البرومي جروب.
الدوزيام جروب الاي ار، بشيل الار يبقى انا كده جبت البي بي او البارتي باسي بتاع الدوزيام جروب. اما التروازيام جروب ان شاء الله ده اللي احنا هنشوفه في الحلقة الجاية مع اكزرسيس متحضر، وهتشاركونا كمان في حله في جمل معدة للباسي كومبوزي، واقول لكم اسهل طريقة ان احنا نجيب فيها، نجيب عن طريقها او نجيب بيها البارتيسيب باسي اسم المفعول وبدون اي اخطاء، لان احنا بنراعي ان احنا في اللغة الفرنسية هي لغة او مادة الدرجة النهائية. ميرسي، اوغوفوار.